السنين كومودو العملاق هو نوع من السحالي الذي يوجد في الجزر وخاصة جزيرة كومودو في وسط أندونيسيا. تنين كومودو هو عضو في عائلة الورل، وهو أكبر أنواع السحالي الحية بسبب حجمه، ولأنه لا يوجد هناك أي من الحيوانات المفترسة الأخرى آكلة اللحوم، فيعتبر تنين كومودو من الحيوانات المفترسة القائدة الذي يسيطر على النظام البيئي الذي يعيش فيه. تنين كومودو العملاق هو واحد من الحيوانات آكلة اللحوم، ويتغذى أساساً على الجيف، كما أنه يصطاد وينصب الكمائن لفرائسه التي تشتمل على اللافقاريات والثدييات والطيور. يستطيع تنين الكومودو القبض على فريسته التي هي بعيدة المنال. تنين الكومودو قادر على الوقوف على أرجله الخلفية واستخدام ذيله كدعم، كما أنه معروف باستخدام ذيله لإسقاط الغزلان الكبيرة والخنازير. ليس هذا فقط، فتنين الكومودو يستطيع مواجهة أشرس الأفاعي على الإطلاق، فالأفاعي هي العدو الأول لهذا الحيوان. في هذا المشهد تم تصوير لحظة لا تصدق لواحدة من أخطر الأفاعي على الإطلاق، وهي تهاجم سحلية الكومودو. لقد حاول تنين الكومودو الإفلات من الأفعى بأي شكل من الأشكال، لكن الأفعى كانت أقوى بكثير، فقد استطاعت الالتفاف عليه بشكل وحشي جدا. وفي الحقيقة يبدو أن النجاة الآن أصبحت مستحيلة، فقد تم تكسير عظام الفريسة بالكامل. هنا أيضا لدينا مقطع رائع يبين مدى شراسة تنين الكومودو عندما يغضب. سنلاحظ كيف بدأ التنين بالهجوم بشكل قوي جدا، حيث استطاع الإمساك بالأفعى من رأسها وقام بعضها أكثر من مرة، مما تسبب لها بأذى كبير. في الحقيقة هذه المرة كان التنين هو ملك المعركة، فقد حاولت الأفعى الهروب لعدة مرات، إلا أنها كانت تفشل كل مرة، فقد استطاع قتلها والتهامها بالكامل. يأكل تنين الكومودو عن طريق تمزيق قطع كبيرة من اللحم وبلعها كاملة، بينما يمسك جسد الضحية بأرجله الأمامية. وبسبب بطء التمثيل الغذائي لدى تنين الكومودو، فيمكن للتنين الكبير البقاء على قيد الحياة مع تناول ما لا يقل عن 12 وجبة في السنة. لأن تنين كومودو ليس لديه الحجاب الحاجز، فإنه لا يمكن أن يمتص الماء عند الشرب، ولا يمكن أن يلعق المياه بلسانه.